الحب في قلبنا درجات تفرق من واحد للتاني، الحب يقربنا ساعات وحب بيتقال في أغاني، الحب في قلبنا درجات تفرق من واحد للتاني، الحب يقربنا ساعات وحب بيتقال في أغاني، يا ابني انت مش قد مش دي خالص. انا عارفه رشا معاك كويس. الولد بتاع دليل قال الموظف الامن ان اميله هي اللي بعتت الاكل. ردي على قد السؤال. مش انا قابلت ملك وقلت لها ان انا ما اقدرش اعيش من هنا. اهدى يا رشا. من هنا ورايح اسمي مدام رشا. انت بتستعبطي يا مريم، ازاي ما تاخديش ورق الطلاق؟
منتظر حضرتك. استناني هنا يا سيد. حضرتك يا فندم. فعلا يا فندم في اوردر طلب اول امبارح على عنوان سيادتك الساعه 3 العصر. مين اللي طلبه؟ طب حضرتك اسمح لي بس بعد اذنك لو في حاجه مضايقاك في الاكل ولا حاجه قول لحضرتك او الطيار. من فضلك تقول لي مين اللي طلب الاوردر. طب ثانيه اشوف حضرتك. اللي بتطلبه سيادتك كل مره اميره نصف. متاكد؟ متاكد حضرتك البيانات بتاعتها على الكمبيوتر، حضرتك اول ما بتتصل اسمها بيظهر على السيستم على طول. بصي انا عامله لك ليست من الناس اللي هنبعت لهم الشكر، بكره الصبح يكون كل الناس دي مع بعض. اهلا. بلغي نديم ان انا موجوده. انت مش جيتي العزاء وعملتي الواجب وقال لك شكرا. لو سمحتي قولي له ان انا هنا. أصله خرج قدامه قيمة 5-6 ساعات كده. تحبي تقعدي تستنيه ولا مستعجلة؟ أنا عمري ما شفت غتاتة كده. أفندم؟ لا سمعتي. وإذا كنت ما سمعتيش أعيدها لك تاني. والله ما أنا عارفة أقول لك إيه. هو أنت يا تحطي إيدك في جيبي وتسرقيني، يا تقلبي سحنتك بالمنظر ده وتتعدلي معايا بدل ما تندمي. والله بالنسبة لسحنتي زي ما سيادتك شايفة كده عندنا حالة وفاة. أما عن الندم بقى، أنا متعودتش أندم. وبعدين يا ستي أهو اتفضلي أجيب لك حاجة تشربيها. حلو كده؟ سحنتي اتفردت؟ هو أنت مش وصلك الإيميل وعرفت إنه الكامبين اتلغت اللي الكل باصص لنا فيه ده؟ عايزة إيه تاني؟ طب ما تقولي لنفسك. ولما هو كده مواربة الباب ليه؟ ما تقفليه. هو ده اللي مزعلك. ماشي، من عينيا الاتنين هقفل الباب بس بشيل ايدك احسن يقفل على صوابعك وتقولي اي. في ايه يا رامي؟ ايه اللي عامل كل الاستاذ؟ رامي قاعد هنا ومستنيكي والمحامي بتاعك كمان، وزي ما يكونوا متفقين ان هم يتقابلوا هنا. على حسب علمي انت ما تعرفيش او تعرفي وما قلتليش. طيب انا شويه وجايه لكم. دخلوا اي مكتب ومحدش يلت معاه كتير. يلا باي. ناقصه انا اعرف على الصبح. لو سمحت ممكن اسالك على حاجه؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. في ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في ايه يا استاذ فهمي؟ انت افتكرت التوب دلوقتي ولا ايه؟ يا عم انا جاي تايب. في ايه؟ انا هتوب عندكم انتوا؟ لا يا عم انا جاي تايب، مفيش حاجه، ما افتكرتش حاجه. طب صلي على النبي. حسبي الله ونعم الوكيل. صلي على النبي، صلي على النبي. تعالى تعالى نخش نقعد. عليه الصلاه والسلام. ايه ناوي تحبسني ولا لا ايه؟ لا لا نخش نقعد. يمكن هتسعروا مني ولا حاجه. لا لا ازاي؟ ما فيهاش حاجه. لا ودي تيجي برضه. يمكن مدياكوا اوامر تسعروا مني. لا لا نستعرض. وانا قلت حاجه غلط. الراجل ده انت. ده انا بقول بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل. روق. حاضر. اتفضل اتفضل. اروح فين يا سيدي؟ اتفضل تعالى معايا. اتفضل يا حاضر. اتفضل.
اتفضل. عزك يا بنتي. اتفضل. حسبي الله. اتفضل. اتفضل يا استاذ فهمي. اتفضل اتفضل. ايه ده كله يا عم ناس؟ ايه ده كله؟ اول مره اشوف عماره مبنيه بازاز. كل الحيطان ازاز اهو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا دلوقتي بس عرفت الست مالك ضيعت فلوس المرحوم اخويا فين. بس على فكره الوكاله دي معموله قبل الله يرحمه ما يتوفى. بفلوسه؟ بفلوس المرحوم اخويا. اوعى تفهمني ان الست مالك راجعه من امريكا بزكايب فلوس. لا يا حبيبي لا يا استاذ جلال، اخويا الله يرحمه كان بيبعت لها المصروف كل اول شهر لحد ما رجعت. يعني انت ما استلمتش الاكل من الراجل ده وحاسبته عليه؟ لا يا باشا، اللي جالي حد ثاني غير ده. لما سالته عن الحساب قال مدام اميره هي اللي حاسبه. الكلام ده مش مظبوط، مدام اميره بتطلب الاوردر بالتليفون والحساب بيبقى عند التسليم. امال حضرتك سلمت الاكل اللي كان معاك لمين؟ باشا انا حد قابلني قبل باب الفيلا بشويه كده قال لي ده اكل باشمهندس نادين، قلت له فعم حاسبني عليه واخد. يا حبيبي هو انت المفروض تسلم الاكل لاي حد تقابله في الشارع؟ فكرت سعادتك الحرس بتوع سعادتك بيبقوا على طول واقفين قدام البوابه. الساعه كانت كام؟ حوالي 4:30 5. انت استلمت الاكل الساعه كام؟ كلمه متاخر يا باشا، قبل سعادتك بتوصل بشويه بسيطه. ممكن بس تفهمني حضرتك ايه اللي حصل عشان ده كله؟ لو شفت الراجل اللي سلمته الاكل تعرفه؟ لو شفته تعرفه؟ اعرفه يا باشا. وانت اول مره تيجي هنا ولا ايه؟ يا زمن. يا سيدي اول مره اجي هنا. شفت الزمن؟ شفت الخيبه اللي انا فيها؟ شفت بنت اخويا اللي في مقام بنتي بالظبط؟ ما اعرفش عنها ولا عن شغلها اي حاجه، وما اعرفش كمان ان هي عندها الهلومه دي كلها. بس على فكره الهلومه دي كلها ب $5,500 بيدفعوا الخميس الاولاني من كل شهر، وعلى فكره ناس طيبين قوي بيرشوا هنا بكلون نضاف، بيرشوا بكلون يا 5 5 على طول. ايه اللي بتعمله يا استاذ جلال؟ والله عيب عليك. عيب؟ لا عيب. فاهم ان انا مش فاهم ده؟ انا فاهمها وهي طايره. انت بتخمس في وشي ليه؟ ها؟ بتخمس في وشي ليه؟ وانا هحسدها ولا بحسدها؟ يا عم جلال عيب، ده انا لسه من شويه بقول لك دي بنتي بالظبط. يعني اتمنى لها الخير وافرح لها، مش 5 5 و5 كلونيات ايه اللي بتقوله يا عم جلال؟ لا عيب والله، والله عيب. ولو انها هي كرهاني، كرهاني الله في لله، كرهاني وهي عارفه ومتاكده ان انا على حق. لا بس روق، بس روق كده واستهدى بالله. الموضوع ما يتعداش خلاف بسيط في وجهات النظر. خلاف بسيط في وجهات النظر؟ بأمارة ايه؟ بأمارة انها تطردني وقدام مين؟ قدام ابني، ابني واختها بتطردني. ومش مرة يا جدع، لا دي بقت عادة عندها، عاملاها حلوانة بسلوانة، كل ما تشوف وشي تطردني. بذمتك عيب ولا مش عيب؟ ما ترد يا عمنا، عيب ولا رد يا عم عشان نفسيتي تستريح واعرف انام بالليل ان انا على حق، عيب ولا مش عيب؟ لا عيب، عيب فعلا يا عم. بس انت بس روق كده، وان شاء الله احنا مش هنقوم من القعده دي غير لما نصفي كل الخلافات اللي بينكم. والله بقى يا عمنا الكوره في ملعبها دلوقتي. انا راجل جاي مدد ايدي وعاوز احلها ودي وبلاها المحاكم. قول يا استاذ جلال، هو مين فينا، انا ولا هي، مين اللي كسبان القضيه لحد دلوقتي؟ ها؟ ما ترد يا عمنا، انت مكسوف ولا ايه؟ حضرتك حضرتك يا استاذ فهمي. حلو، ومين اللي جاي عارض الصلح؟ حضرتك برضو. يبقى عداني العيب ولا ما عدانيش؟ يا عم رد، خليني اعرف انام مستريح ونفسيتي تستريح وانام كويس.
عداك العيب وازح عم فادي. حين ولسه هتقول كده قدامها لما تيجي في وشها عين. ايوه اول ما اطلب طلباتي. ايوه بس هي تيجي مش نسيبنا ملطوعين اللطعة دي وتقول جاية وما تجيش، ده احنا قاعدين مستنيين ما نشوف. معلش الغايب حجته معاه. يا عم ما اتكلمناش، ده احنا قاعدين. ما انا اصل جاي احل، يعني انا جاي مدد ايدي للصلح، فما يجراش نستنى يا سيدي. ادي احنا هو في بوفيه هنا ولا ما فيش؟ مش لاخد لك حقك. اللي عمل كده هجيب هجيبه وهياخد جزاء بحياتك. كنت عارف اني لاقيك هنا. مين قال لك؟ لك البيت وما لقيتكش، قلت هيكون فين غير هنا. شفتي؟ انا عارفه الوضع اللي جواك عامل ازاي يا نادي، بس انت مالكش ذنب، ده قضاء ربنا. احنا ما نختارش مصيرنا ولا مصير الناس اللي بنحبها. يعني كان في ايدك حاجه ما عملتهاش. أنا ما عملتش اللي عليا، ما عملتوش. فين لما خدت بالي إن ربنا إداني بنت جميلة كده؟ حمار، بابا حمار، قاعد أبني لك في بكرة وأجمع لك في الثروة. طب قيمتها إيه بقى الثروة دي دلوقتي؟ ارجع عندي وطز في 100 ثروة. أنا ما استاهلهاش. عيش بس على نفسك. طول عمري هفضل عايش بذنبها. أنا اللي قلت له هاتها يا مفيد، البنت وحشاني. هاتها يا مفيد، عايز أخدها في حضني. كنتش عارف إنها تبقى آخر مرة. إنها جاية عشان تموت. نديم أنا حاسة بيك، ويمكن أكون أكتر واحدة حاسة بيك. ما فيهاش حاجة لما أطلع اللي جواك قدامي.
عرفت؟ قالت كلامي قلتلك مش هتيجي، مش هتيجي. قال احنا بقالنا 16 ساعة الا ربع قاعدين وما جاتش. شفت؟ معلش يا عم فهمي، كمل جميلك واستنى الربع ساعة دول كمان وقفلهم 16 ساعة على بعضهم، يمكن نلاقيها في خلقتنا دلوقتي. ده يا عم مش هتيجي، افهم يا عم مش جاية، صدقني مش. بص هي عرفت ان احنا موجودين وقررت انها ما تجيش. انا فاهم. عارف ليه؟ يا عم قول لي ليه؟ عشان مش عاوز تحل. يا مش عاوزه تحل. بنت اخويا انا عارفها كويس، هي عاوزه القضيه تفضل متعلقه في المحاكم كمان 7-8 سنين لغايه انا مزهق واتعب وحيلي يتهد. ساعتها بقى انفذ اللي هي عايزاه. بالعكس بقى، ده هي بتدور على الحل ومستعجله عليه اكتر منك. لا مش باين، مش باين يا حبيبي، مش مستعجلة. عارف لو هي مستعجلة زي ما انت بتقول كده كانت فطت نطت جت قعدت معانا عشان تحل، انما هي مش عايزة تحل. صدقني دي بنت اخويا انا عارفها كويس، مش هتحل. يعني مش هتحل. يلا بس مين بقى اللي كسبان القضية لحد دلوقتي؟ رد يا عم عشان نفسيتي تتريح. انت مش كده؟ ومين اللي جاي عرض الصلح؟ انت عم فهم. بس انت عم عن اذنك بقى. ايه استنى بس يا عم فهم، استنى بس واستهدى بالله كده واقعد وروق دمك. روق يا راجل. بقول لك مش هتيجي. مش حد... انت مش عاوز تفهم ليه؟ اقولها لك بالانجليزي نوت كامينج. اه طالما نوت كامينج يبقى مش هتيجي. خلاص فهمتني؟ طب بص بقى، صلي على النبي اقعد بس. استهدف. يقول لي كل طلباتك وانا بصفتي المحامي بتاعها هبلغها كل الطلبات واجيب لك الرد لحد عندك. يا عم اقول لك كل طلباتي؟ اه طيب ماشي، بس هتفتكر ولا انت من النوع اللي بينسى؟ ما تكتب احسن. اكتب حاضر، ورقه وقلم واكتب حاضر. قول لي طلباتك عم فهمي تحت امرك. شوف يا سيدي انا ماليش طلبات. ما لا ما تكتبش دي. مش هكتب. ما تكتبش. امال ورقه وقلم وبتاع وفي الاخر مفيش طلبات؟ لا يعني انا ده لسه الكلام بينا وبعض. يعني. ماشي. انا مؤاخذه، انا ماليش طلبات. هو طبعا انا ليا التلت في ميراث اخويا، ده شيء قانوني معروف. بس انا برضو مش عاوزه. برضو ما تكتبش. ما تكتبش دي يا عم، احنا بنتفاهم الاول قبل الكتابه. التلت ده انا مش عاوزه، انا هتنازل عنه. هتتنازل؟ يا عم انت ادي القلم اهو، سيب الورقه والقلم. هتنازل عنه بس مش ليها. حلو. لمين؟ لاختها مريم. فاهمني؟ لاختها مريم. وكمان ايه؟ التوكيل اللي عاملاه لها مريم يتلغي، وده بقى يكون قدامي في حضوري وحضور المحامي بتاعي انا. كمان عاوز حاجه مهمه قوي. خير؟ عاوز يبقى لي كافة الضمانات اللي حافظ بيها على فلوس مريم. شفت انا ماليش طلبات ازاي؟ شفت؟ ماشي ماشي يا عم فهم. بس تيجي ايه؟ مش عاجبك؟ ايوه طبعا اكيد ليكي. بص انا هبقى صريح معاكي بصراحه كده، عمك هو اللي جابه ومحلفني ان انا لازم اجي اجيبهولك. يعني انت عارفه انا ما بحبش ازعله. لا لا انا اللي جايبه، انا اللي جايبه، بس قصدي يعني ان هو صاحب الفكره. ايه البصه دي؟ عجباني صراحتك. طيب بما ان بقى انت عجباكي صراحتي، انا هبقى صريح معاك اكتر من كده شويه. بص يا مريم، بصراحه كده اكتشفت ان انا كنت ما بفهمش.
ان يبقى عندي بنت عم حلوه زيك كده وانا مش شايفها او عامل مش شايفها ابقى ما بفهمش. فهمني؟ لا يا مريم، يعني اكيد زي ما انت معجبه بصراحه انا برضو واثق في ذكائك. يا اهلا وسهلا. اهلا مالك ازيك؟ انا عايزه افهم بقى ايه الحصار اللي انتوا عاملينه علينا ده؟ انت هنا وابوك في المكتب. مالك مفيش حصار ولا حاجه، الموضوع كله بس اني جاي اشوف مريم ازورها واطمن عليها مش اكتر من كده. والله بجد من امتى بقى الكلام ده؟ مالك انا حتى كنت وعد رانو ان انا اخدها واخرجها. مالكش دعوه ببنتي، خلوا رانا بعيد عن اللعبه اللي انتوا بتلعبوها دي، وقول لباباك ان العرض اللي عرضه على المحامي بتاعي مرفوض. بلاش السكه دي معايا، لا انت ولا ابوك هتكونوا احن على اختي مني. مالك انا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه بالظبط. انا كل اللي اعرفه ان ابويا كان جاي لك المكتب عشان يقول لك اللي حصل بينه وبين طليقك بس. طليقي؟ نعم نعم. معقولة حزومة كده تنساني؟ ده كلام؟ لا أنا زعلان منك، لا بجد زعلان منك. أنا مش واخد بالي، حضرتك تعرفني؟ مش كمان تعرفني؟ ده احنا قرايب، قرايب يا حزومة، ركز شوية. في إيه؟ قرايب إزاي؟ أنا خالد الليسي، جوز خالد بنتك رنا. جوز خالتها منين؟ إيه؟ آه لا دي قصة طويلة بقى، أنت عندك أكل عشان أنا جعان ولا ننزل نقعد في أي حتة ناكل لقمتين؟ ولو إن مش هينفع كده، نديم مش معقول. انت بقالك يومين ما دقتش حاجه وكله سيجار في قهوه، ما ينفعش كده حبيبي. انت ولا حد مصلي؟ ايه؟ جاوبي على قد السؤال. انت ولا حد مصلي؟ قبضتي تمن موت لوجي ولا لسه ما دفعوش؟ انت بتتكلم على ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. لا فاهمه كل حاجه. مين اللي استلم الاكل والواد بتاع الدليفري وحط لي السم فيه؟ اكل ايه وسم ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. لما سالتك حلفتيلي انك ما طلبتليش حاجه. المطعم اكدولي انك انت اللي طلبت الاوردر، واسمك وتليفونك متسجلين عندهم. مين اللي وراك؟ مين اللي قتل بنتي؟ مش عايزة تتكلم. شايفة دي؟ دي شهادة وفاة، بيانات المتوفي أميرة محمد حافظ ناصر. يعني انت ميتة ميتة. رصاصة بستة جنيه ما تبقيش موجودة. الأحسن تقولي لي مين وراكي عشان ما تدفعيش التمن لوحدك.
عاوز تموتني انا؟ مطلعلي شهادة وفاة بتهددني بيها؟ ازاي تشك فيا؟ ازاي تشك ان انا ممكن اعمل فيك كده او اعمل كده في لوجي؟ انت مش عارف انتوا ايه بالنسبة لي؟ انت بتتكلم ازاي يا نديم؟ بص تليفوني اللي متسجل عندهم اهو، خد اللوج بص فيه، بص بص شوفني كلمت المطعم ولا لا، ولا شاكك اكون مسحته ومال. عموما ابقى اكلمهم بكره واطلب فاتوره تفصيليه بكل تليفوناتي. شوفني كلمتهم ولا ايه؟ انا اخر حاجه في حياتي كنت ممكن اتخيلها انك تشك فيا. انا رهنت حياتي كلها تحت رجليك. انا من ساعه ما بصحى الصبح بصحى عليك انت. ولو عاوزه اموتك مش هتصل من نمرتي. انت عارف مشكلتك ايه؟ انك ما بتشوفش، انك عمرك ما حسيت بيا. عشان لو بتحس وبتشوف كنت عرفت ان انا بحبك. انا بحبك يا نديم. ايه اللي بتقوله ده بجد؟ يعني ايه؟ يعني لوشي يا حبيبتي؟ طب ازاي؟ ازاي ده يحصل؟ وانت ليه تخبى عليا حاجه زي دي؟ طب والبوليس؟ ابدا اللي عمل كده ولا لسه؟ لا انا مش هبلغ البوليس، انا هتصرف بنفسي. ملك الموضوع ده محدش يعرفه غيرك ومعاك اتنين تلاته. خليكي معايا ثانيه واحده ملك، ارد على بيتي وارجع لك. ما تقفليش. ها ايوه. ها فين؟ طب خليك مكانك، جايلك على طول. لا 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 لا، مفيش صبح، انا هغير هدومي مسافه السكه. يلا. الو الو الو